لمزيد من التفاصيل حول التباحثات والمفاوضات في أستانا وسوتشي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفر. أهلا بكم. أهلا. بعد جولات عديدة للمفاوضات في أستانا وسوتشي تنعقد اليوم جولة جديدة، ماذا ستضيف هذه الجولة للمسار التفاوضي من حيث الأوراق التي ما تزال تراوح نفسها على طاولة المفاوضات؟ يعني هو هذه الجولة ليست لإضافة شيء جديد، المفترض أنها استكمال لما سبقها، وهي تتحدث بطبيعة الحال عن ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو مسألة اللجنة الدستورية ومصير إدلب وموضوع الملفات الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والممرات الإنسانية الآمنة وفتح الحدود. نعم. هذه الملفات الأساسية التي يتم تداولها أو طرحها أو النقاش حولها فيما يخص هذه الجولة، وهي بطبيعة الحال معظمها هي نفسها الملفات التي كان يتم تداولها بشكل أو بآخر خلال الجولات السابقة، علما أنه لم يتم تحقيق تقدم حقيقي على مستوى هذه الملفات. يعني كونها فتحت في هذه الجولة أو التي سبقها لا يعني أنه تم حلها. نعم، هناك بعض المراقبين أبدوا مخاوفهم على مصير إدلب، ما هي توقعاتكم حول هذا الملف بالذات؟ يعني هي حقيقة مصير إدلب أو مستقبل إدلب يشير إلى كثير من الخوف، هناك توعدات كبيرة مؤلمة وجرامية روسية ومن النظام ومن غيرهم، وشاهدنا نحن أكثر من نموذج في السابق في الغوطة وفي حلب وفي درعا وفي مناطق أخرى من إجرام النظام وحلفائه ضد المدنيين وضد المناطق المحررة. نعم. وبالتالي مسألة إدلب تستحق التخوف يعني تستحق ما يثار حولها من مخاوف ومن محاولات لتجنب مصير سيء. جدول الأعمال اليوم يتضمن نقاش ملفين، ملف المعتقلين وملف عودة اللاجئين. سنتحدث عن اللاجئين وأسألك لاحقا عن المعتقلين، كيف تقرأ دعوات روسيا بالأمس لعودة اللاجئين السوريين سباقا لجولة مفاوضات اليوم التي تتضمن هذا البند؟ يعني هي مسألة إثارة عودة اللاجئين السوريين لا شك أنها مسألة حساسة دعت بشدة الغرب وأوروبا تحديدا وحتى الولايات المتحدة، كون هذه الدول تعتبر نفسها من الدول التي تعاني بشكل كبير من هذا الملف، إضافة لبعض دول الجوار خصوصا لبنان وإلى حد ما الأردن. وبالتالي الروس عندما يثيرون هذا الملف فإنهم يقدمون أو يعني يفتحون أيديهم لهذه الدول للتعاون معهم في خطتهم أو مسارهم السياسي، وكأنهم يقولون اقبلوا ببقاء الأسد واقبلوا بما نخطط له فيما يخص سوريا ونحن سنخلصكم أو سنحل لكم ملف اللاجئين بشكل أو بآخر. ماذا عن ملف المعتقلين وما هي سبل نقاشه على طاولة المفاوضات وهو يتزامن مع تسريب قائمة المعتقلين الألف الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام؟ أولا القائمة المسربة أو غير المسربة من الذين قتلوا تحت تعذيب، وأقول غير المسربة لأن هناك عديد من أسماء النظام أخرجها بشكل رسمي ليس تسريبا، تجاوزت 7000 اسم سلمت إلى دوائر النفوذ. أتحدث عن القائمة الحالية أنا. القائمة الحالية هذه القائمة التي سربت بشكل إضافي، لكن هناك 7000 اسم رسميا سلمت لدوائر النفوذ. نعم. وبالتالي المشكلة في ملف المعتقلين أنه ملف يشهد كثير من التعقيد وفي نفس الوقت عدد يشهد كثير من الضبابية، بمعنى أنه لا توجد قوائم رسمية لا لدى النظام ولا لدى أي جهة رسمية حول أعداد المعتقلين ومن هم في المعتقل ومن هم مختفون وأين مراكز الاعتقال وما إلى ذلك. يتوقع أن النظام سيناور كالعادة بادعاء أن هؤلاء المعتقلين غير موجودين أصلا أو يدعي أنهم موجودون لكنهم قتلوا تحت ظروف طبيعية وليس تحت التعذيب أو شيء من هذا القبيل. وسيفاوض أو سيحاول يضغط على الدول لإجزاء هذا الملف، وكأنه يقول إذا أردتم فعلا الحديث حول ملف المعتقلين وافقوا على طلباتنا أولا ثم نبدأ بالحديث حول ملف المعتقلين. أشكرك جزيل الشكر باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.